المدعي العام التمييزي حاتم ماضي في عين التيني، الزيارة روتينية ولكن توقيتها غير عادي بعد أرسال ماضي إلى وزير العدل طلبا برفع الحصانة عن النائب بطرس حرب. ماضي أكد لدى وصوله للقاء رئيس المجلس أن الزيارة مقررة من يوم الجمعة ولا علاقة لها بطلب رفع الحصانة، ولن يتطرق إلى هذا الموضوع إلا إذا سأله عنه الرئيس بري. الطلب لم يصل إلى الرئيس نبيه بري، ووزير العدل شكيب قرطباوي أوضح للـ LBCI أنه قرأ الطلب سريعاً وبعد دراسة حيثياته سيرسله ضمن الأصول إلى رئيس المجلس. لن أسكت، قال النائب حرب، معتبراً أن ما قام به مدعي عام التمييز صفعة بحق القضاء اللبناني. أنا أتوجه إلى رئيس المجلس وبترجه، يعني بتمنى عليه أنه يأخذ التدابير السريعة للدعوة للجان المختصة ومن ثم الهيئة العامة بناء لطلبي، لأني أنا بتمنى أنه ترفع الحصانة عني، واجه حاتم ماضي واجهه أمام القضاء، لأنه من حق الرأي العام يعرف شو اللي نعمل. مشان هيك أنا عم بطلب رفع الحصانة، مشو بدي شوف مين يدروا على الحبس. حرب تحدث أيضا عن صفقة. أنا الذي اعتدي علي، أنا الذي حاول اغتيالي، وإذا بالمدعي عام التمييز بدل أن يبذل جهده تيدعي ويلاحق اللي حاول اغتيالي ارتدت علي إليه، لأنه هو ما التقيت بصالحه مع مجرى الدعوة. صفقة كانت عم تجري على أساس أنه يجي شخص على أساسه محمود الحايك يبذل يعطي إفادته ويخلى سبيله بالنهار زيته بدون ما يصير تحقيق معه. طيب بمعنى التحقيق معه، شو الهدف من هاي الصفقة؟ إقفال الملف وتغطية الجريمة. إنه من يسعى لهذه الصفقة عم بيرتكب جرم جزائي، ولا أنا أسكت عنه. طلب رفع الحصانة عن نائب يبحث أصولاً في اجتماع مشترك لهيئة مكتب المجلس وللجنة الإدارة والعدل، وفيه تتقرر إحالة الطلب أم لا على الهيئة العامة للتصويت عليه بالأكثرية. طلب رفع الحصانة عن النائب حرب ليس الأول من نوعه، فقبله وضع الرئيس بري في الدرج طلباً مماثلاً برفع الحصانة عن النائب معين المرعبي.